قول لي انت ليه سبت المدرسة؟ مش فاكر فيها. ليه مش نافع فيها؟ عشان الأساتذة مالهم الأساتذة؟ بيضربوا وما بيعلموش. طب انت كنت بتضرب؟ كانوا بيضربوك ازاي؟ بالكرباج. المدرسين بتوعك كانوا بيضربوك بالكرباج؟ طب ما انت ممكن انت اللي شقي. لا ولا شقي ولا حاجة، عشان ما بنعرفش نقرا. فانت عشان ما كنتش بتعرف تقرا كانوا بيضربوك بالكرباج؟ كانوا بيضربوك كام جلدة؟ حسب ما انت بتعرفش تقرا بقى. يعني مثلا 5 جلدات 10 جلدات زيادة. كام؟ يعني 12 ولا 14 جلدة؟ على ايدك ولا رجلك؟ على ايدك ورجلك. كل عشان ما بتعرفش تقرا؟ الكلام ده وانت في سنة كام؟ وانا في سنة تالتة ورابعة وخمسة وستة اعدادي. انت من تالتة ابتدائي بيضربوكوا بالكرباج لغاية اولى اعدادي. فانت سبت لهم المدرسة من سنة كام؟ من سنة اولى اعدادي، في نص الترم. في نص ترم اولى اعدادي قمت ساب لهم المدرسة وماشي عشان موضوع الكرباج ده. طب انت مش زعلان انك سبت التعليم؟ لا مش زعلان، ده انا فرحان حتى لو فضت المدرسة. ليه؟ ايه اللي مفرحك؟